وبمناسبة إن النهاردة عيد الحب، عايزين نقول لكم إن في قصة شهيرة أيضا في التاريخ المصري القديم مرتبطة أيضا بعيد الحب. يعني مش بس في الإمبراطورية الرومانية والقديس فالنتين، إحنا أيضا في مصر القديمة صدرنا قصص حب في العالم. كان عندنا فتاة اسمها إيزادورا. إيزادورا فتاة مصرية عاشت في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان أبوها حاكم للإقليم المعروف حاليا بمحافظة المنيا. ارتبطت إيزادورا عاطفيا بشاب اسمه حابي، وزي ما معظم الأساطير حكت إن الفتاة دي انتحرت لما والدها رفض إنها ترتبط بشاب من عامة الشعب. أكيد يا مصطفى، القصة دي مش بس أسطورة، لأ القصة دي واقعية فعلا، والمقبرة اللي دفنت فيها الفتاة لسه موجودة لغاية دلوقتي في تولة الجبل، وبيطلقوا عليها شهيدة الحب. كل التفاصيل الخاصة بالقصة دي هنعرفها في التقرير اللي جاي. التاريخ المصري غني بقصصه وأساطيره التي سبق بها المصري القديم خيال الأدباء والشعراء والفنانين، وخلدها على معابده وبردياته. فمن إيزيس وأوزوريس لرمسيس ونفرتاري، وصولاً لشهيدة الحب إيزادورا، الفتاة المصرية رائعة الجمال التي عاشت في مصر في القرن الثاني قبل الميلاد، وكان والدها حاكماً للإقليم المعروف حالياً بمحافظة المنيا. وكان قصره الكبير موجوداً في مدينة أنتونيوبوليس حيث يطل على النيل. وقعت الفتاة الجميلة في حب شاب من عامة الشعب يدعى حابي، الذي كان يعيش على الجانب الغربي من النيل. ورغم ذلك قال الحب كلمته وساقها القدر لتقابل حبيبها خلال الاحتفالات الخاصة بتحوتي، رمز الحكمة والقلم في مصر القديمة. وهناك قابلت الضابط حابي فتعلقت به وافتتن بها، لكن والدها رفض أن ترتبط ابنته بشاب من عامة الشعب ومنعها من الخروج، فقررت الانتحار. لكن كان يجب أن ترى حابي للمرة الأخيرة، وبالفعل تمكنت من مغافلة حراسها وذهبت إليه دون أن تخبره بما تنوي فعله وهو الانتحار. ودعته وذهبت، حتى إذا بلغت منتصف النهر ألقت بنفسها في أحضان النيل. ندم والدها أشد الندم على ما فعله بابنته، فبنى لها مقبرة جميلة وكتب لها مرثيتين. أما حبيبها فكان مخلصاً ووفياً، وكان يذهب كل ليلة يشعل شمعة بداخل مقبرتها حتى لا تبقى روحها وحيدة. وحتى الآن لا تزال مقبرتها بتون الجبل محتضنة مومياء الجميلة إيزادورا التي أطلقوا عليها شهيدة الحب.